ابنك يعني مموت نفسه من العياط؟ اه والله بيقول لي ان هو مش راضي ياكل، بيقولوا لي كمان ان هو وحش حضن امه وصدر امه. على كل حال انت حره بقى. طب اشوف اطمن عليه وهعمل اللي انت عاوزاه. راس حسن تحت رجلي، ابنك هيبقى في ايدك. اللي انت عاوزاه امتى؟ النهارده. بكره الصبح ابنك يبقى معاكي. صح. اه والله صح. بس عقلك يقول لك بقى تروحي تقولي لدار بينا ده؟ هقول مجنونه، ما شفتهاش ولا سمعت منها حاجه. وابنك مش هتشوفيه تاني يا مفيد، اعتبريه راح. لا لا، انا هعمل لك اللي انت عاوزاه. كل اللي انا عايزاه؟ ايوه كل اللي انت عاوزاه. وحسن راسه النهارده هتبقى تحت رجلك. بوسي. شفتي بقى؟ عرفتي انك مش هتعملي اللي انا عايزاه؟ انت حرة. هشوف ولادي تاني؟ وهتاخدي في حضنك كمان. انا عندي وعد يا مفيد، لو نفذت انت وعدك ماشي؟ يلا يلا بسرعة عشان ابنك مموت نفسه من العياط. يلا يا حبيبتي.